السلام عليكم متابعينا الأوفياء. كلنا شفنا الفنان المبدع كريم عبد العزيز وهو بيتألق في فيلم الفيل الأزرق للكاتب العبقري صاحب الأسلوب الفريد أحمد مراد اللي كتب رواية الفيل الأزرق وبعدين حولها الفيلم. ولو أنت مقتنع باللي حصل في الفيلم أو اتفرجت عليه من باب الفضول كده وخلاص، حابب أعرفك إن سبب السحر والشعوذة واللعنة اللي حصلت اللي اتبنى عليها الفيلم كان مجرد قميص يبان إنه عادي زي ما أنت شايف قدامك دلوقتي، وهتتفاجئ لما تعرف إن الحقيقة مختلفة عن كده تماما. طب إيه هي حكاية القميص وعلاقته بالسحر؟ وليه بتقول عليه ملعون؟ وسبب الإقبال الغير متوقع على الفيل الأزرق والأرباح الضخمة وملايين من الإيرادات للجزء الأول والتاني؟ يلا بينا، مش هطول عليكم، بسم الله فلننطلق. وزي ما احنا متعودين ان بعرض عليكم الموضوع بكل المعلومات المتاحة من جميع الزوايا، وانت اللي تحكم بنفسك انت حابب تصدق ايه. كان في باحث مصري عمل اول دراسة علمية لفك طلاسم والغاز القميص المسحور اللي موجود واحد منه دلوقتي في متحف الفن الاسلامي، وبيعتبر واحد ضمن 8 قمصان موجودين في متاحف العالم المختلفة زي مصر وايران وتركيا والمانيا، وكلهم بيحملوا نفس الاسم وبيطلق عليهم القمصان المسحورة. والرسالة العلمية للباحث الدكتور عبد الحميد عبد السلام اللي حصل بسببها على درجة الماجستير من جامعة عين شمس في التمائم المحفوظة في المتحف الإسلامي بالقاهرة، هي أول رسالة علمية مش بس في مصر، لا دي في العالم العربي والإسلامي، تتحدث بطريقة علمية عن القميص السحري اللي موجود عليه كتابات غامضة. والأمراء وقادة الجيوش كانوا بيلبسوا القمصان السحرية علشان تحميهم في المعارك الحربية. والغريب في رسالة الدكتور عبد الحميد عبد السلام إنه أكد على نقطة كان حواليها علامات استفهام كتير، أكد على إن مفيش رسالة علمية قدرت إنها تفك شفرات القمصان السحرية بشكل علمي، وعلى وجه الخصوص القميص المسحور الموجود في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة اللي عمره بيوصل ل 349 سنة، واللي لقوا عليه آثار دماء موجودة على بعض الكتابات المحفورة فيه. ما تقول لنا كده يا أبو حميد إيه حكاية القميص السحري والكتابات الغريبة اللي وجدوا عليها آثار دماء؟ تعالوا نرجع بالزمن لورا مع بعض في بداية عهد الدولة الصفوية بإيران ونعرف حكاية القميص السحري اللي كان منتشر صنعه في الوقت ده. اتسلم القميص السحري للمتحف الإسلامي بالقاهرة في عهد ماكس هيرتز اللي كان بيشرف عليه وقتها، والغريب في الموضوع إنه أخذ القميص السحري المبلغ رخيص جدا، 5 جنيهات فقط، بالرغم من ان الاثريين قالوا انه من افضل واندر القمصان اللي اتصنعت بحرفيه عاليه قوي على مستوى العالم في الوقت ده. والقميص السحري كان بيمتلكه شخص غامض بيدعى مصطفى بيك شمس الدين، ومش هتصدق لما تعرف ان اجراءات بيع القميص السحري تمت وهو عليه اثار دماء بتغطيه، وفي تساؤلات كتيره جدا حوالين موضوع بيع القميص السحري بتمن رخيص قوي كده، بالرغم من ان مصطفى بيك شمس الدين كان عارف قيمة القميص كويس جدا. طب هو ازاي قدر انه يمتلك القميص السحري النادر ده اساسا، وهو ليه حاول انه يتخلص منه بتمن رخيص او كده، ويا ترى ايه سر الدماء الموجودة على كل انسجة القميص السحري؟ كل الاسئلة دي محدش لقى ليها تفسير ولا في حد قدر انه يجاوب عليها، لان كل المعلومات اللي كانت موجودة عن شمس الدين اختفت بل تكاد تكون منعدمة. واللي احنا متأكدين منه ان الامراء زي سليمان الصفوي وسليمان القانوني العثماني زوج الملكة هيام كانوا بيرتدوا القميص السحري زيهم زي كل الامراء في عصرهم وهم بيخوضوا المعارك، كانوا بيرتدوه كملبس داخلي محدش بيشوفه اثناء المعارك كحماية ووقاية ليهم.
والقميص بيندرج تحت بند التمائم والأحجرة المصنوعة من النسيج اللي كان منتشر تصنيعها في الوقت ده بدقة حرفية عالية قوي، واللي كانوا بيرتدوهم أصحاب المذهب الشيعي والسني على حد سواء. وسبب شهرة القميص الصحي وغموضه اللي حواليه تساؤلات كتيرة إن القميص كان بيصنع من خلال قوالب بتوضع فيها الابتهالات والتعويذ للحماية، وكمان بيضم أسماء الصحابة والملائكة وآيات قرآنية بطريقة مميزة، ده غير الابتهالات الشيعية والسنية اللي محدش قادر يفسرها لحد دلوقتي. والقميص السحري مصنوع من الكتان اللي بيتكون من تقسيمات هندسية غامضة، وبيبلغ طول القميص السحري 137 سنتيمتر وفتحة الرقبة 16 سنتيمتر، وبتدل مساحة الوسط اللي بتبلغ 92 سنتيمتر على إن من كان يرتديه ممتلئ الجسد، ومساحة عرض الصدر اللي بتبلغ 89 سنتيمتر بتدل على إنه عريض الأكتاف، وتدل مساحة الكم اللي بتبلغ 30 سنتيمتر على إنه ضخم البنية وسواعده مفتولة بالعضلات. والقميص موجود فيه أرقام وآيات قرآنية وعبارات دعائية اتكتبت بشكل مميز وغامض بالمدادين الأسود والأحمر، والكتابة فيها بهتان ومحو، وبجوار الرقبة من الجهة اليسرى توجد كتابات وشكل مستطيل مقسم ل 42 مربع وكلها مليانة أرقام. وبالرغم من أن المحاربين الأقوياء في الوقت ده كانوا بيتخذوا حماية ووقاية لهم من المهالك، بس لو هصار دماء باقية على القميص السحري وشاكين في الملك المنحوس الملك سليمان الأول اللي حكم الدولة الصفوية بإيران من سنة 1666 ل 1694، اللي كانت حياته فسق وفجور وخمر ولهو ولعب مع النساء، وتدهورت أحوال البلاد في خلال فترة حكمه وساءت الأوضاع من كل النواحي. كل ده كان عادي بالنسبة للملك، شخصيته ضعيفة واللي حواليه هم اللي كانوا ماشيينه. ولما مات لقوا أثار دماء باقية على القميص السحري بعد موته، وطريقة موته هي الأمر الغريب اللي اختلفوا عليه ومحدش لقى تفسير منطقي ليها، واختلفوا حوالين الموت الغامض للملك سليمان المنحوس. حاولوا يقولوا تفسيرات منطقية زي إنه أفرط في شرب الخمرة واتصاب بمرض معين مثلا، وساب وراء أثار دماء باقية على القميص السحري اللي عمل الجدل وحواليها علامات استفهام كتيرة جدا لحد دلوقتي. ولو انت من الناس اللي مقتنع بالسحر وبتؤمن بيه، او من اللي مفكرين ان الموضوع مجرد خداع نفسي وعقلي وملوش اي اساس على ارض الواقع، ليك حرية رأيك في انك تقتنع باللي انت عاوزه براحتك خالص. وحابب بس اوضح لك نقطة على الماشي من غير ما اطول عليك، انه كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وانه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، ومستني اعرف رايكم زي ما احنا متعودين. وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. انا محمد اسامة، اتمنى اشوفكم على خير في نواة جديدة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.